صبانة شطافة. تعالوا يا ابني، السيفون ده ليه علم كبير، هكمل لك بعدين. وانت بقى عالم في السيفون؟ مين حضرتك؟ لا انا عالم في حاجات تانية. عالم في ايه؟ انتوا مين؟ ولا ايه في انا مباحث. انتوا جيتوا؟ ده احنا بقالنا ساعة المباحث ضربة جوه مغرقة الدنيا. ضربة ده مفيش ولا مبحث شغال، ركبنا جلبة. ايه ده؟ انت جاي معاك مغني شعبي؟ مش ده بتاع العم وعم 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 ده يا حبيبي اللي خاف؟ هو صح؟ ده مش هو. امال مين الباقي؟ ده رئيس المباحث. مباحث مين؟ مش المباحث اللي انت بتصلحها جوه. امال رئيس المباحث بتاعت الدايرة اللي هنا. ايه شرطة؟ يا حرامية يا نور. احنا اسفين، انا ما اعرفش ان في باشا من شرطة السواحل. من شاف قميص؟ باين باين يا باشا. اسفين يا باشا. ثانية اسمها محابس. ما انا معلش بس اختلط عليا المحبس. ايه في ايه؟ ده شرطة جري ولا ايه؟ انا كفران. انت شفت حاجه بجد؟ انتوا الاثنين متهمين ان انتوا قتلتوا صاحب المول وسرقتوا محل المجوهرات وسرقتوا محل الملابس وخدتوا المسروقات خبيتوها جوه في الحمام. لا يا راجل يا عم قول كلام بقى. بص بقى ده بيهزر. لا لا قول بجد، نتكلم بجد. طلع ايدك من جيبك. حاضر. يعني ايه قول كلام بجد؟ هو اللي بيتكلموا ده انتوا، ده فيلم ده بتكتبوه ولا ايه؟ فيلم ايه؟ امال ايه قتلنا؟ انت اللي قتلت صاحب المول وسرقت محل الملابس وسرقت محل المجوهرات، يعني تعرف؟ انا خايف من صوته. انا ما عملتش حاجه بس صوته هيخليني اعترف. خلينا نخلص. اعترف. حاضر يا باشا. انت اللي سرقت محل المجوهرات وقتلت صاحب المحل. طب اديني فرصه اعترف. يا باشا ثواني، انا هادي معاكم الصبح. حاضر يا باشا. هو ليه اعترف؟ استجوبني انت، ابوس ايدك. باشا ما ينفعش، الباشا موجود، ما ينفعش انا استجوبك. ايه ده وانت مش اعلى منه؟ لا اعلى منه مين؟ وانت شغال ايه؟ انا امين شرطه. امين شرطه ولابس كده وهو سبحان الله ما اعرفش. شوف مش بالرتب هي. مش لا خالص يا عند ربك فوق. دي ارزاق اصلي. يا باشا انا عايز اعرف حضرتك اتهمتونا ليه؟ هو ليه حضرتك عامل المحقق كونان قوي؟ ساعدتك الحته دي هتطلع. كفايه نحت فيها، خلينا نشوف القضيه. القضية ده هم باين اللي هم بص لابس لبس الإعدام، جاهزين إعدام. جاهزين هم يا باشا. إعدام إيه؟ إيه الإعدام اللي قتلتوا بيها؟ أيوه. أنتوا ليه شاكين فينا؟ إيه الدليل اللي معاكوا يعني؟ لقينا الحاجات دي جوه عندكم في الحمام بتاعكم، المجوهرات المسروقة والملابس المسروقة. عشان لقيتوها في الحمام يعني تبقى بتاعتنا؟ ما 100 واحد بيخش الحمام، وممكن تعرفوا مين اللي خباها بكاميرات المراقبة بتاعت المول. للأسف. إيه للأسف ليه؟ كاميرات المراقبة مالها؟ ده استعراض اللي احنا فيه ده. ده عاطف عوض اللي عامله. كاميرات المراقبة كانت عطلانة، لو صاحب المول كان عارف انها عطلانة كان صلحها، على الأقل كنا ساعدناه وعرفنا مين اللي قتله. دي بخصوص كاميرات المراقبة بتاعت المول، انما يا باشا بخصوص الكاميرات اللي انا مركبها في الحمام. ايه كاميرات في الحمام يا قذر؟ ايوه بس يا قذر. لا يا باشا كاميرات في الحمام ما تفهمنيش غلط. ترضاها على اهل بيتك؟ لا ترضاها على حد من حريمك؟ لا حريم ايه؟ لا يا باشا مش مركبه في الحمام الحريمي، انا مركبه في الحمام الرجالي. إيه؟ إيه؟